والأستاذ رتيبة. أستاذ رتيبة، قوات الاحتلال تستهدف مستشفى جنين بالرصاص الحي، الأوضاع الإنسانية في غاية السوء في جنين ومخيم جنين، هناك عرقلة من قبل قوات الاحتلال لوصول أصلا المساعدات الإنسانية والطبية وما إلى ذلك، إلى أين يمكن أن يتجه هذا الوضع الإنساني في الساعات القادمة؟ يعني أولا إسرائيل لا تأبه للوضع الإنساني، هي لا تعاملنا ضمن القانون الدولي الإنساني أو حتى ضمن المعايير الإنسانية. الثقافة الإسرائيلية السائدة اليوم بنظرتها للآخر الفلسطيني بأنه بعيد عن الإنسانية، وبالتالي ممارساتها هي ممارسات عقائدية منطلقة من باب التطهير العرقي والقضاء على الفلسطينيين ما أمكن، وبالتالي هي لا تحاول الحفاظ على الأرواح أو كما تحاول الترويج له بأنها فقط تحاول استهداف المقاومين أو عناصر محددة من الشعب الفلسطيني. ما تقوم به بمخيم جنين منذ الأمس هو واضح عملية تطهير عرقي وعملية فاشية للقضاء على الفلسطينيين بممارسة العقاب الجماعي للحاضنة الشعبية للمقاومة في مخيم جنين، وبالتالي كل شجرة وكل حجر وكل بشر سواء كان طفل أو مرأة أو شيخ هو مستهدف في هذه العملية وليس فقط بؤر المقاومة، وهذا ما جسدته على الأرض بمهاجمة حتى الطواقم الطبية، منع المساعدات الإنسانية أو محاولة إنقاذ الجرحى وحتى استهداف المستشفى والمصابين داخل المستشفى تحت حجج وذرائع ملاحقة المقاومين أو ما تسميهم بالأهداف الحية الفلسطينية. وبالتالي ما يحدث من ممارسات إسرائيلية هو ممارسة عقائدية درب عليها وتم تدريسها حتى في مناهج الأطفال في المؤسسة الصهيونية وفي إسرائيل لتصوير الآخر الفلسطيني بأنه مجرد من الإنسانية ولا يستحق حتى الحق بالحياة. فالمشروع الصهيوني هو مشروع إحلالي يرى أما نحن وأما هم، ويسعى بشكل كبير إلى القضاء على الفلسطينيين، ليس فقط الفلسطيني الصالح والفلسطيني الميت، وإنما أيضا هي تريد أن تغير حرب، يعني تخوض اليوم حرب على الرواية وعلى البشر، على الرواية بالقضاء على كل من يؤمن بالحق الفلسطيني أو الرواية الفلسطينية، وعلى البشر بالقضاء على كل مقاوم فلسطيني أو كل من يحمل الحلم الفلسطيني أو الهوية الفلسطينية بداخله. وبالتالي استهداف مخيم جنين أو حتى شمال الضفة الغربية أو قطاع غزة أو القدس أو أي بقعة من الأراضي الفلسطينية هي استهداف ليس للأرض التي تم احتلالها، ونحن اليوم نكون في حالة من الترف الفكري إن ظننا أن هنالك فعلا مناطق فلسطينية، وإنما هي كلها مناطق محتلة إسرائيلية، وإنما الحرب اليوم هي على البشر والتغيير الديمغرافي والقضاء على كل من يحمل الحلم الفلسطيني بداخله، فكل فلسطيني هو مستهدف. يعني دعيني أقول لك يا أستاذ رتيبة أن مرور السنوات ومرور الأيام ربما يثبت ويظهر يوما بعد الآخر أن لا أحد يستطيع أن يقضي على الحلم الفلسطيني، ولا أحد يستطيع أن يقضي على أحلام هذا الشعب الفلسطيني والمقاومة. هنالك رواية، وما إلى رواية ذلك. استخدمت في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة كانت تتحدث عن فشل بن غوريون في تحقيق الحلم الصهيوني، وأن هنالك ارتكاب لخطأ كبير لبن غوريون عندما لم يستكمل مهمته الأساسية بالقضاء على كل الفلسطينيين، وبالتالي خلق الصراع الفلسطيني الإسرائيلي نتيجة فشله في استكمال مهمته بالتطهير الفلسطيني. وبالتالي ما حدث من نكبة 75 بالنسبة للإسرائيليين اليوم هو خطأ كبير كان يجب على بن غوريون استكماله بالقضاء على كل الفلسطينيين وحتى ملاحقة الفلسطينيين في المخيمات. فكرة المخيم، لماذا مخيم جنين؟ عندما نتحدث لماذا مخيم جنين؟ لماذا المخيمات الفلسطينية؟ فكرة اللجوء الفلسطيني بالنسبة للرواية الصهيونية هي تهديد لروايتهم بإقامة الدولة الإسرائيلية، هي تجسيد لمجزرة قاموا فيها منذ 75 عام وشاهد على إجرامهم وكيف قامت هذه الدولة الإسرائيلية على أساس فاشي وعنصري تطهيري. وبالتالي فكرة المخيم بالنسبة لهم هي تهديد كمسمى مخيم، هم يريدون القضاء على المخيمات الفلسطينية. نحن شهدنا في بداية النكبة الفلسطينية محاولة لاستهداف مخيمات اللجوء في قطاع غزة والقضاء على الفلسطينيين الذين هجروا من أراضيهم في مناطق 48 إلى قطاع غزة، وحاول في الثمانينات لاستهداف المخيمات الفلسطينية في لبنان. وبالتالي فكرة المخيم الفلسطيني هي فكرة، وفكرة اللجوء الفلسطيني هي فكرة حية تهدد الوجود والرواية
الصهيونية ورواية إقامة الدولة الإسرائيلية المستقرة، وبالتالي مهاجمة المخيمات، مهاجمة اللجوء، محاولة إفراغ المخيمات. ما شاهدناه بالأمس هو ليس محاولة عبثية بإخراج 3000 فلسطيني من مخيم جنين، وإنما هي محاولة لاستقراء الواقع وردات الفعل الدولية والمحلية لترانسفير جديد للفلسطينيين، ومحاولة إخلاء المخيمات الفلسطينية لإنهاء فكرة المخيمات واللجوء الفلسطيني كمرحلة جديدة من تحقيق المشروع الصهيوني. وبالتالي عندما نتحدث لماذا مخيم جنين، هو ليس لاستهداف